يعني ده من الشباتر اللي عليها مراجعات مربح جدا، وهو برضه تطبيق الهيستولوجي تاني وتقريبا نفس الكلام. تمام؟ انتوا ابتديتوا في الهيستولوجي ولا لسه؟ هتبتدوا فيه يعني ماشيين الاثنين مع بعض. فالبلازما ما ترحموش عشان العمل. خلاص العمل بتاع الضغط ماشي ولا لسه؟ شغالين كارد بطل. عليكم الضغط. تعالى بقى يا سيدي. انا هاخده من الاكياس. واحد لما يجي يقول لك يعني جيت وضبط تخيل ان البلاد عباره عن كونكت تيشو. طب هو اي كونكت تيشو في الدنيا بتكون من كام حاجه؟ بتكون من حاجتين بس احنا هنلاقيها عايزين سيلز وماتريكس. صح؟ خلي بالك بقى الماتريكس بتاع البلازما هو مين؟ ها؟ هو البلازما. تمام؟ يبقى ممكن تكتب ان الماتريكس بتاع البلازما هو عباره عن ايه؟ فلويد ماتريكس. طب ايه هي السيلز بتاع البلازما؟ ثلاثه هي ار بيزيز واي بيزيز بليتشر. يبقى لما تيجي تحط ديفينيشن بينهم بلازما هو عباره عن كونكتيف تيشو ويز فلويد ماتريكس اللي هو البلازما انسايد الكارديو باسكولار سيستم. يبقى هو عباره عن كونكتيف تيشو ويز فلويد ماتريكس انسايد الكارديو باسكولار سيستم. طيب ايه هي وظيفه البلازما؟ الوظيفه هوموستيزس. حد يعرف يقول يعني ايه هوموستيزس؟ ها اللي مش عارف كلمه هوموستيزس يعني ريجوليشن اوف البودي فانكشن، تنظيم وظائف جسم الانسان. تمام؟ هناخد ازاي هو بيساعد في تنظيم وظائف جسم الانسان. يبقى هو عباره عن كونكتيف تيشو ويز فلويد ماتريكس انسايد الكارديو فاسكولار سيستم. تمام كده؟ بلاي امبورتنت رول ان هوموستيزيس. طب لو جيت سالت سؤال ايه هو تركيب الدم؟ البلازما تمثل 55% اما السيلز كام في المية؟ 45. طيب البلازما لونها ايه؟ تتميز ان هي كتير يلوش كتير. يعني ايه؟ كتير يعني ايه؟ يعني انت لو بصيت على انبوبه فيها بلازما هتشوف الضوء، يعني بتعدي الضوء ما بينها مش هتبقى معتمد في المعنى زي المية بس لها أصغر، يعني تعدي الضوء. تمام؟ طب هي لونها أصفر ليه؟ ليه بلازما لونها أصفر؟ علشان وجود البلازما بروتين. أصفر عشان وجود البلازما بروتين. يبقى دلوقتي يا جماعة ده متابعة 45% سيلز 55% بلازما. طيب كلام أهبل ده المقدمة مش هتهتم بيه، اللي جاية دي مهمة في الـ MCQ كتير. physical properties of the blood. يعني ايه physical properties؟ الخواص الايه؟ الفيزيائيه بتاعت الدم. اكتب عليها دي سؤال ام سي كيو مهم جدا. مهم. بص يا سيدي خمس وظائف. خمسه بروبرتيز. واحد. البروبرتيز رقم واحد الكالر. طيب الدم لونه ايه؟ ليه بقى لونه احمر؟ due to oxyhemoglobin. لازم تبقى سبيسيفيك. يعني ايه oxyhemoglobin؟ يعني الهيموجلوبين اللي شايل ايه؟ اكسجين. تمام؟ لازم كلمه oxyhemoglobin. ده في الارتر. لكن في الفين يبقى لونه ايه بقى؟ بلو. ليه لونه ازرق؟ ها؟ ديوزو بقى ايه؟ ريديوزد هيموجلوبين. يعني ايه ريديوزد؟
ريدوسد يعني مختزل، يعني في اكسجين ولا ما فيش اكسجين؟ خلاص الانسجه خدت الاكسجين، يبقى الهيموجلوبين بتاعنا هو اللي بيحدد لون الدم. والله لو كان اوكسي هيموجلوبين مع اكسجين يبقى لون الدم لونه ايه؟ احمر. طب لو كان ما فيهوش اكسجين يبقى لون الدم لونه ايه؟ ازرق. وده اللي بيحصل في مين؟ في الفين. تاني بروبرتيز عندنا بي اتش، ركز بقى فيه برضه، هتاخد سهمين حضرتك في الارتري ولا في الفين؟ لو كنت في الارتري الدم بتاعك سلايتلي الكالاين، بي اتش بتاعته الكالاين، تمام؟ طب لما حضرتك بتكون في الفين بيبقى اسيديك. بركز بقى، لونه احمر في الارتري والكالاين في الارتري، لونه ازرق في الفين واسيديك في الفين البي اتش بتاعته. طيب الكالاين كام؟ 7.4. ما انت عارفين نيوترال كام؟ 7. طب ليه هو اسيديك في الفين؟ ديو تو ايه بقى؟ الويست برودكت. طيب ايه الويست برودكت؟ الزباله بتاعت الانسجه. عباره عن ايه الويست برودكت دي؟ حاجتين، CO2 واللاكتيك اسيد. طب هو CO2 اسيد؟ اذا لو دام في الميه يدي لك H2CO3 كربونيك اسيد ولا لا؟ يبقى دلوقتي يا جماعه الـ pH بتاعتي والله لو في الارتري انت الكلاين، لو في الفين انت اسيدك. مين العبقري اللي يقدر يقول لي ليه في الارتري الدم بتاعنا الكلاين؟ ليه انا عايزه الكلاين؟ اوعى تنسى ان الدم اللي في الارتري هو داخل على الانسجه. في هنا مين؟ كابيلاري، صح؟ ادي البلاد اهو. هنا في الخلايا. تخيل ان الدم اللي داخل على الخلايا اسيدك، اللي داخل اسيدك، مش الخلايا بتاعتك فيها انزيم؟ طب والانزيم بتعمل ايه لما تشوف اسيد؟ يحصل لها انهيبيشن ولا ستيميوليشن؟ انهيبيشن. يبقى انت من مصلحتك الدم اللي في الارتري يبقى الكلاين، عشان هو داخل الانسجه يعرف ينشط مين؟ الانزيم وشغل الخلايا. يبقى انت لو سالت سؤال فرض ليه الدم بتاعك في الارتري الكلاين؟ هتقول له علشان الدم اللي في الارتري راح للانسجه لو كان اسيدك هيعمل ايه في الانزيمز بتاعت الخلايا؟ هيوقفه. لكن عايزه الكلاين عشان يعمل ايه؟ سلايت ستيمولشن للانزيم بتاعت الخلايا تعرف تستخدم الاكسجين والنيوترنت اللي الدم جايبه. طيب الخلايا خدت الدم وخدت الاكسجين تطرد الزباله بتاعتها اللي هي الويست برودكت. النقطة رقم 3 في الفيزيكال بروبرتيز، حاجة اسمها سبيسيفيك جرافيتي. ترجم بقى اللي مش عارفها. سبيسيفيك جرافيتي يعني الكثافة ايه؟ النوعية. طب يعني ايه الكلام ده؟ بص في الفيزياء انتوا خدتوا وزن لتر مية قد ايه؟ وزن لتر مية بيساوي قد ايه؟ 1 كيلو جرام. تمام؟ انا مش عارفها كده. وزن لتر الميه على الانسجه دي لو لتر وزنها يبقى كام الميه اللي فيها؟ 1 كيلو جرام. طب هل لتر الدم، لتر الدم هيبقى وزنه 1 كيلو جرام؟ لا طبعا. ليه؟ لان الدم يحتوي على ايه؟ الدم جوه فيه هنا بلازما، والبلازما دي فيها بلازما بروتين. دي نقطه. رقم 2 في خلايا هنا سيلز. يبقى اذا وزن لتر دم اكبر من وزن لتر ميه ولا لا؟ قد ايه؟ السبيسيفيك جرافيتي بتاعت البلاد 1052 ل 1061. نكمل كام؟ 1052 ل 1061. طيب يعني طب نعم؟ طيب. يبقى دلوقتي يا جماعه لو جيت اتسالت يعني ايه سبيسيفيك جرافيتي؟ هقول له هو وزن لتر الدم مقارنه بوزن لتر الميه. قد ايه وزن لتر الدم؟ ها؟ 1052. طب ليه يا جماعه وزن لتر الدم اكتر؟ ديو تو سيلز اند ها البلازما فيها البروتين. يجي بقى سؤال كده يقول لك البلازما لوحدها، مش عايز كلام يا جماعه، البلازما لوحدها 1030 والار بي سيز 1090. دكتور ازاي الاثنين على بعض يبقوا 1052؟ حضرتك لما بتدور السيل، لو حضرتك بقى حسبت السيلز لوحدها يعني خلايا لوحدها من غير ميه من غير بلازما تبقى كام؟ 1090. هو انت حضرتك لما قلت الدم كله على بعضه 1060 ازاي جت؟
خد بالك هو حجم وزن الحاجه لما تبقى في الهواء، وزن الحاجه دي لما تحطها في الميه بيزيد ولا بيقل؟ الوزن بتاعنا وزن المواد بيقل ولا بيزيد في الوتر؟ بيقل. فالار بي سيز لما بتدوب في البلازما السبيسيفيك جرافيتي بتاعتهم هتوصل لكام؟ 1061. الكلام ده فيزياء، عايز تعرفه اعرفه، مش عايز نفضه. يبقى يا جماعه السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الدم قد ايه؟ 1052. يعني ايه سبيسيفيك جرافيتي؟ النسبه ما بين وزن 1 لتر دم الى 1 لتر ديستليتد ووتر. يعني ديستليتد ماء مقطر. يعني ماء مقطر ما فيهوش اي ايه؟ ماء مقطر يعني ماء نقي جدا، ما فيهوش اي شوائب، ما فيهوش اي املاح، ما فيهوش اي حاجه. النسبه قد ايه؟ 1062. تمام؟ 1052 اسف، 1061. تيجي تسالني يا دكتور ما مكتوب في البلازما 1030 وار سيز 1090، هترد تقول ايه؟ ما الخلايا لما حضرتك بتتحط في البلازما وزنها بيقل ولا يزيد؟ وزنها بيقل. الحقيقه لما يوصل الدم كله يبقى 1052. ادي يا جماعه فكره السبيسيفيك جرافيتي. طيب النقطه الرابعه مهمه جدا جدا جدا، الا وهي الفيسكوستي. حد يعرف يعني ايه فيسكوستي؟ علم معايا، دي مهمة جدا جدا. الدم بتاعنا لو قارنته بالووتر اللزوجة بتاعته 5 مرات، تخيل الدم بتاعك لازج كام مرة مقارنة بالووتر؟ 5 مرات. طب ليه الدم بتاعنا لازج؟ علشان حاجتين، البلازما بروتين اللي موجودة زائد الخلايا بتاعت الدم. فهتلاقي مكتوب لك كلمة due to attraction انجذاب أو اتحاد البلازما بروتين مع السيلز، الاثنين مع بعض يخلوا الفيسكوستي بتاعت الدم كام مرة؟ 5 مرات. طب إيه لازمة الفيسكوستي بتاعت البلاد ده أنا أعرفها ومهتم بيها أوي؟ خلي بالك إيه علاقة الفيسكوستي، ركز بقى معايا في العلاقة دي، بالفيلوستي. يعني إيه فيلوستي؟ سرعة الدم. علاقة طردية ولا علاقة عكسية؟ كل ما الفيسكوستي ما هتزيد كل ما السرعة ما بتقل. والدليل هات شوية مية محدش يسرح، هات شوية مية وحبهم وشوية عسل وكبهم. مين اللي هيتنقل بسرعة ويتحرك بسرعة؟ المية ولا العسل؟ ها؟ المية. رقم اتنين، طب ايه علاقة الفيسكوستي بالريزيستنت؟ ركز معايا لو سمحت. يعني ايه ريزيستنت؟ المقاومة. علاقة عكسية ولا علاقة طردية؟ مين اللي يتحرك؟ مين اللي يبقى له مقاومة أكبر في الحركة؟ يعني القلب بتاعك، ركز معايا في الجملة دي بس يا جماعة، القلب بتاعك لو بيضخ مية ولا بيضخ عسل؟ هيضخ مين بسهولة؟ مية، مفيش لزوجة، مفيش قصدي مقاومة، المية بتتحرك بسرعة. يبقى أنت حضرتك ممكن تكتب كده إن الفيسكوستي تتناسب تناسبا عكسيا مع الفيلوستي وتناسبا طرديا مع الريزيستنس. يعني كل ما الفيسكوستي هتزيد الريزيستنت هتزيد والسرعه هتقل. اكتبهم في معادله واحده كده. طيب السؤال يا عبقري، مين اللي كان مسؤول عن الفيسكوستي بتاعت الدم زي ما اتفقنا؟ البلازما بروتين وخلايا الدم. نفترض ان عيان بقى ناخد التطبيق بتاعه، عيان عنده بوليسيسيميا. حد يقول لي يعني ايه كلمه بوليسيسيميا؟ خدناها احنا لما شرحنا العمل. اكتب بقى بوليسيسيميا زيادة عدد الار بي سيز، زيادة عدد الار بي سيز، زيادة عدد الار بي سيز على النورمال. هو النورمال قد ايه؟ فعندك في كل ملي 5 مليون. تمام؟ عارف البوليسيسيميا دي ساعات توصل لحد كام؟ 12 مليون و15 مليون وفي بعض الاحيان 20 مليون. تمام؟ طبعا لما عدد خلايا الدم الحمراء هتزيد، خلاص بقى؟ عدد خلايا الدم الحمراء هتزيد، الفيسكوستي هتزيد ولا هتقل؟ طب اسالك سؤال بقى، القلب بتاع العيان دوت كل ما يجي يضخ الدم هيلاقي الدم بتاعه دوت الفيسكوستي بتاعته عالية، هيجي يضخ الدم، الدم هيتحرك بسهولة ولا الريزيستنس بتاعته عالية؟ القلب مرة في مرة في مرة في مرة كل ما يجي يضخ الدم، دم تقيل ومش عايز يتحرك، الدم تقيل ومش عايز يتحرك، في الآخر الهارت هيحصل له إيه؟ هارت فيلير. يبقى لو جيت سألت سؤال ليه يا ابني لما البوليسيسيميا بيحصل هارت فيلير؟ تقول لي يا دكتور اصل البوليسيسيميا هتزود الفيسكوستي فهتزود الريزيستنت وهتقلل السرعه. المعادله دي بقى لما الفيسكوستي تزيد والسرعه بتقل القلب هيبقى عليه لود، مجهود. طيب عشان القلب يتخلص من مجهود يزود قوه الانقباض، مره في مره في مره يحصل له ايه؟ هارت فيلير.
يبقى الفسكوستي كم مرة عند الأوضة؟ 5 مرات. ما هو سبب الفسكوستي؟ أتراك، ما أنت مش قدامك حل مين اللي جوه الدم الموجود؟ بلازما بروتين والسنسور، مش تحفظ حاجة، هو دول الموجودين. طب إيه علاقة الفسكوستي بالسرعة والمقاومة؟ مع المقاومة الطردية مع السرعة؟ وإذا زادت الفسكوستي في حالة البوليسيسيميا يعمل إيه؟ هيزود الريزيستنس ويقلل السرعة. مرة في مرة في مرة على القلب هيزيد عليه اللود الحمولة لحد ما يحصل له إيه؟ هارت فيلير. مهم قوي بتاعت الفسكوستي دي يا جماعة، مهم. طيب النقطة بعد الخمسة آخر واحدة فيهم ألا وهو الأوزموتيك بريشر بتاع البلاط. دي الفيزيكال بروبرتيز الخاصية رقم 5. بص بقى يا سيدي، الأوزموتيك بريشر بتاع البلاط لازم تفرق ما بين كلمتين، الأوزمولاريتي بتاعت البلاط. يعني ايه أوزمولاريتي؟ حد فاكرها من الفيزيكس؟ الأوزمولاريتي هي عبارة عن نمبر اوف ملي أوزمول في دايما في 1 لتر ووتر، صح كده؟ يبقى أوزمولاريتي هي النمبر اوف ايه؟ اوف أوزمول أو ملي أوزمول اللي دايما بكام؟ 1 لتر. عارفين الأوزمولاريتي بتاعت الدم احنا خدناها كام؟ 300 ملي أوزمول. دي الأوزمولاريتي بتاعت البلاط. طب الأوزموتيك بريشر بتاع البلاط بيتحسب ازاي؟ كل 1 ملي أوزمول كان بيعمل ضغط قد ايه؟ ها؟ كان بيعمل 19.3. حد فاكر الكلام ده؟ انا خدتها في الباير فيزكس. يا نهار اسود. يا عم الامتحان ما فيش، ده لسه في اول شهر، لسه اول اسبوع. ما علينا. يبقى الأوزموتيك بريشر بتاع البلاط هيطلع كام؟ 5100 ل 5500 ملي متر سيل فقط. النبي يا جماعه ركز بقى معايا عشان لما تيجي السيل سؤال يا ابني الاوزمولاريتي بتاعت البلاط قد ايه؟ تقول له كام؟ 300 ملي اوزمول. طب الاوزموتيك بريشر بتاع البلاط قد ايه؟ 5100 ل 5500 ملي متر سيل فقط. خلي بالك ده تمييز وده تمييز. طيب مين السبب اللي خلى الدم يبقى عنده اوزمولاريتي واوزموتيك بريشر؟ بص حاجتين، حاجه اسمها كريستالويدز. خدتوها في البايو؟ كلمه كريستالويد دي مش عارف عليها. ها كريستالويد دي اللي هم مين؟ الالكترولايتس، ماشي، والسكر اللي موجود في الدم واليوريا. الحاجات دي تسمى ايه؟ كريستالويد. ومين الكريستالويد اللي موجود في الدم بتاعك؟ الكترولايت. مين الكترولايت؟ صوديوم، بوتاسيوم، كلور، كالسيوم. تمام. مين السكر اللي موجود في الدم؟ جلوكوز والفركتوز، دول اشهر اثنين. طيب واليوريا دي ناتج تكسير البروتين زي ما هتحطوها في البايو السنه الجايه ان شاء الله. ده جزء من اللي بيعمل اوزموتيك بريشر او اوزمولاريتي للبلازما. خلي بالك بقى في حاجه ثانيه، البلازما مين؟ بروتين. طب انا ليه فصلتهم عن بعض؟ اصل في فرق رهيب ما بينهم. الكريستالويد دي بتعرف تعدي السيل ممبرين، يعني ايه؟ ريلي بيرن، رايحه جايه كده، تعرف تعمل سموزس تشد ووتر ولا ما تعرفش؟ تاني خد بالك بقى من النقطه دي، ايه هي فكره الاسموزس؟ هي كانت موفمنت اوف ايه؟ في الوتر، فاكرين؟ حركه الميه من التركيز ايه للتركيز ايه؟ من التركيز العالي للملح للتركيز القليل للملح، صح؟ خد بالك من التركيز، انا اسف، القليل للملح للتركيز العالي للملح، بس بشرط ان الملح دوت بيكون بيعدي في السيل ممبرين الفاصل ما بينهم ولا لازم ما يكونش بيعدي؟ طب افرض كان الملح ده بيعدي، انت عارف اللي هيحصل؟ يعني انت حطيت هنا فرضا، حطيت هنا ملح ان اي سي ال، هيعدي ويعادل تركيزه على الناحيتين. فهمتوا الفكره؟ يبقى يا جماعه ركزوا معايا لو سمحتوا، ركزوا معايا لو سمحتوا. دلوقتي الدم بتاعنا الاوزمولاريتي بتاعته 300 مللي اوزمول، اوزموتيك بريشر بتاعه كام؟ 5000. ديو تو كريستالويد ولازما بروتين. الفاصل ما بينهم ان الكريستالويد بتعدي السيل ممبرين. امال البلازما بروتين نوت ايه؟ كروس السيل ممبرين. يبقى لو جيت سالت سؤال في الشفوي واحد بقى رخم عليك قال لك يا حبيبي مين فيهم الافكتيف؟
البلازما بروتين ولا الكريستالويد؟ عارفين البلازما بروتين لوحدها الاوزموتيك بريشر بتاعها قد ايه؟ تعبان خالص 28 ملم زئبق. وشايف كلهم على بعض قد ايه؟ يعني البلازما بروتين خدت بس كام؟ الا انها هي اهم واحده في الموضوع ولا لا؟ ليه هي اهم واحده في الموضوع؟ انها ما تعديش السيل ممبرين، فهتكتب جنبها دي الافكتيف اوزموتيك بريشر اوف ذا بلاد. تتسال سؤال في الشفا، افكتيف اوزموتيك بريشر اوف ذا بلاد، افكتيف اوزموتيك بريشر اوف ذا بلاد خلاص تمام. او لها اسم تاني كلويدال اوزموتيك بريشر اوف ذا بلاد. حد يعرف عدت عليك كلمه كلويد؟ يعني كلويد كلويدال خليها احنا على عندنا ريليتد للبلازما بروتين. ايه ريليتد للبلازما بروتين؟ يعني بتقول كلمه كلويد يبقى انت فاهم انك بتوصف البلازما بروتين. يبقى يا جماعه بقى ملخص الاوزموتيك بريشر، ها الاوزموتيك بريشر اوف ذا بلاد قد ايه؟ 5100. امال الاوزمولاريتي بتاعت البلاد قد ايه؟ 300 مللي اوزمول. السؤال الثاني، ايه سبب الاوزمولاريتي او الاوزموتيك بريشر بتاع البلاد دوت؟ نتيجه لمين؟ نتيجه لوجود الكوليسترول ووجود مين؟ البلازما بروتين. مين فيهم الافكتيف؟ بلازما بروتين. طب ليه هي الافكتيف؟ ما تعديش السيل ممبرين. طب مقدارها قد ايه؟ 28 ملي متر زئبق من اصل 5000. طيب اخر جمله فيها، لو حبيت اعمل محلول لوي زي الاوزمولاريتي بتاعته زي الاوزمولاريتي بتاعت البلازما، ها كنا بنسمي المحلول ده لو انتوا فاكرين كنت بسميه ايزو ايزوتونيك، فاكرينها؟ طيب كنت بعمله ازاي؟ بدور 9 من 10 جرام ان اي سي ال في 100 ملي وولت. يبقى انا يا جماعه لو حبيت اعمل محلول الاوزمولاريتي بتاعته زي البلاد بالظبط ادور قد ايه؟ 9 من 10 جرام ان اي سي ال في 100 ملي ميه. طب لو اديت المحلول دوت للانسان، هل خلايا الدم الحمراء بتاعته هتشرب ميه او تطلع الميه اللي جواها؟ لا. ليه؟ لان هو تركيز الملح اللي فيه زيه زي تركيز بتاع مين؟ بتاع البلازما. بص بجد ازاي؟ يبقى يا جماعه اعمل لي بقى الاوزموتيك بريشر. الاوزموتيك بريشر بتاع البلاط 5100 ل 5500. طب امال الاوزمولاريتي بتاعت البلاط قد ايه؟ 300 مللي اوزمول. في مشكله كده؟ طيب ايه سبب الاوزموتيك بريشر بتاع البلاط؟ حاجتين، مين هم؟ كريستالويد اللي هي ايه وايه؟ الكترولايت والسكر واليوريا. و مين فيهم الافكتيف؟ وسميته افكتيف اوزموتيك بريشر او كولويدال اوزموتيك بريشر. خد بالك هتجيلك في الام سي كيو. تمام قد ايه هو؟ 28. طيب لو حبيت اعمل محلول الاوزموتيك بريشر بتاعه الاوزموتيك بتاعته زي الدم قد ايه؟ 9 من 10 جرام ان اس ال لكل 100 مللي. او ساعات بشيل كلمه 100 مللي واحط ايه؟ ممكن اشيلها كده واحط علامه الميه. خلاص؟ اللي مكتوب عندكم. يبقى يا جماعه احنا بنقول بقى الفيزيكال بروبرتيز بتاعت البلاط كلها. واحد كلر لونه ايه؟ ريد ديو تو اوكسي هيموجلوبين. ده في الارض في الفين لونه بلو ديو تو ايه؟ ريديوزد هيموجلوبين. اثنين البي اتش في الارض والبسلايد 7.4 في الفين ديو تو ويست برودكت العرصها السي او 2 واللاكتيك اسيد. ثلاثه سبيسيفيك جرافيتي وزن 1 لتر من الدم بالنسبه للوزن 1 لتر ديستريتد ووتر بيطلع قد ايه؟ 1052. طيب البلازما لوحدها كام؟ الار بي سيز لوحدها كام؟ الاثنين مع بعض لان الار بي سيز وزنها ساعتها هيقل لما تحط في الميه. ثلاثه اربعه انا اسف فيسكوست كام مره قد الووتر؟ ديو تو ايه وايه؟ السيلز والبلازما بروتين. طب ايه علاقتها العلاقات بتاعتها؟ ثلاثه ترانسفورم تايم بيل ريزيستنت وعكسيا بيل. خدنا مثال البولي سايسيمي، لما يجي يقول لي التاثير البولي سايسيمي هتقول ايه؟ زياده عدد الار بي سيز. هتزود مين؟ هتزود الريزيستنت فانا سرعه الدم كده بعمل لود على الهارت ولا لا؟ تخيل الدم بيتحرك ببطء ومقاومته عاليه، الدم هيقل يحصل لك في الاخر هارت فيلم. خمسه اوزموتيك بريشر قد ايه زي ما اتفقنا؟ 5100.
ديوتو كوليسترول وبلازما بروتين. فيها مشكله كده؟ طيب ولا تاني؟ طيب يعني ايه سبيسيفيك جرافيتي بالعربي؟ الكثافه النوعيه اللي هي النسبه ما بين وزن 1 كيلو جرام من الميه لوزن كام؟ قصدي 1 لتر من الميه لوزن 1 لتر من الدم. تطلع قد ايه؟ 1250. طيب ايه سببها؟ ليه الدم اكتر من الوتر العاديه؟ وجود ايه؟ سيلز والبلازما بروتين. طيب السيلز لوحدها كام؟ 1090. البلازما لوحدها كام؟ 1030. طب الاثنين مع بعض ليه بقى 1250؟ عشان الار بي سيز لما بتدوب في البلازما وزنها بيقل ولا وزنها بيزيد؟ وزن الحاجه لما بتدوب في الميه وزنها بيقل. في مشكله كده؟ الحته دي تيجي في الام يعني ما تقعدش تشغل نفسك ايه؟ عمر ما هيجي سؤال بقى يقول لك ايه؟ دي في شورت اكونت على الفيزيكال بروبرتيز اوف ذا بلاد. مش هو ده اللي هيجي. خلاص؟ فانت حضرتك ما تضيعش مجهودك فيه بس ركز على الام سي كيو اللي فيه. طب فانكشن اوف ذا بلاد. طب اجيب واحد في اولى ابتدائي يقول لي ايه هي وظيفه الدم يا جماعه؟ افتح اولى ابتدائي. انا فاكر كنا خدناه في العلوم بتاع رابعه ابتدائي. صح؟ يقول لك عدد وظائف الدم. انت بيجي لك كده؟ ولا انت شغال بقى لوك طلعت ازاي؟ هو هو انت خلاص ساكت ازاي يا واد؟ يعني انت المفروض تكون يعني مصور. هتحس ان انت واد. يقوم الدم انا فاكرها في علوم كده يقوم الدم بنقل الايه؟ اول واحد يقوم بنقل النيوترون اكل الغذاء CO2 والاكسجين صح؟ طيب ثلاثه كان بينقل ايه برضه؟ الفيتامينز والانزيم وصال الخلايا اربعه الغذاء طيب ويست برودكت زباله بقى طالعه من السجن تمام؟ ده مش بس كده ده بيقول لك ترانسبورت الايه كمان؟ ترانسبورت للهيت ازاي؟ مش الانسجه بتاعتنا لما بتشتغل بتطلع حراره طيب ليه الحراره دي ما بتبوظش الخلايا؟ الدم ماشي فالحراره تنتقل من الانسجه للدم والدم يوديها لفين؟ يوديها لمين؟ السكن بتاعنا وتفقد للحراره يبقى انا بقى الدم يخرف بقى براحتك يعني تنقل النيوترون تنقل الجاز تنقل الفيتامينز تنقل الانزيم تنقل الادويه قلب زي ما انت عايز بس اهم حاجه بتاعت مين؟ الهيت دي عشان انت ايه؟ ما خدتش بالك منها قبل كده ان الحراره الناتجه عن الانسجه هي بتاخدها وتنقلها لمين؟ للجلد طيب وبعد كده للهواء درجه حراره الانسان تبقى ثابته 37 ماشي ادي واحد ترانسبورت اثنين حطوها في الهيستولوجي ديفنس ايه ديفنس؟ حد عبقري يقول لي بقى ازاي الدم بيدافع عن جسم الانسان؟ انه يحتوي على خلايا الدم البيضاء تمام؟ اللي هي الماكروفاج والنتروفيل والبيزوفيل والحاجات دي. يبقى ديفينس والانتي بودي بس بقى ايه ده؟ بس يا ماما. طيب ثلاثه حاجه اسمها هيموستيزس. حد يعرف يقول يعني هيموستيزس؟ ستوب اوف بليدنج مش عارف اكتبها توقف النزيف طب ازاي الدم بيوقف النزيف نتيجه لوجود الكولوتنج فاكتور يعني الكولوتنج فاكتور عامل تحصل كود الثلاثه الراجل اللي في النص ده اتظلم يا بنت انت عارف يا رامز الله يا رامز انت حر انت حر وانت حر انت راح دلوقتي يا جماعه ايه؟ هيموستيز ما تضحكش هيموستيز يعني ايه؟ ستوب اوف ذا بليدنج يعني ستوب اوف بليدنج يوقف النزيف ازاي؟ دي تو كلوتنج فاكتور. خلي بالك الوظيفه الرابعه هتلاقيها مكتوبه ايه؟ هوموستيز.
محمد سعيد انا فاكر في اول السنه خالص قعد يقول لهم ايه هو يا ابني الفرق بين هيموستيزس وهوموستيزس واصابكم في الشفق وكتبوا طبعا الدرجه النهائيه تمام. الهوموستيزس يعني ايه بقى؟ ريجوليشن اوف اور بود، يعني خلي جسم الانسان دايما ثابت وظايفه ثابته. ازاي بقى يا جماعه؟ واحد ريجوليشن اوف الوتر. حد يعرف يقول لي ازاي البلد بينظم كميه الميه اللي موجوده في الخلايا؟ يعني ليه الخلايا بتاعت جسمك الميه اللي فيها ثابته؟ يعني بتزيد ولا بتقل؟ بص فرضا هناك كبيرة، هنا مين ماشي جوه؟ الكبيرة دي شعارات الدمار دي بلازما بروتين، صح كده؟ بلازما بروتين، وادي الخلايا بتاعتنا هنا. ازاي بقى الدم بينظم ها؟ بينظم كمية المية اللي موجودة جوه الخلايا؟ أول حاجة البلازما بروتين وهي ماشية لو لقيت في مية كتيرة، في مية كتيرة موجودة ما بين الخلايا، يعني ما بين الخلايا؟ انتر ستيشن، حطها في الهيستولوجي، المسافات اللي ما بين الخلايا. يعمل ايه بلازما بروتين؟ البلازما بروتين ده هو ماشي يعمل ساكشن، يشفط الميه الزياده ويدخلها على مين؟ على الدم، وبعد كده على الفين، وبعد كده ممكن توديها للكليه وتطردها بره جسم الانسان. والعكس صحيح. يبقى تاني بقى يا جماعه، لو انا عندي اكسس فلويد في ميه كتيره ما بين الانتر ستيشن خلاص كده؟ البلازما بروتين دي وهي ماشيه تعمل ايه؟ تعمل لها سكشن تشفط بالاوزموتيك بريشر وتوديها على الفينز، وبعد كده الفينز توديها على مين؟ على الكدني، والكدني تطردها. طيب والعكس صحيح. طب افرض يا جماعه كان عندي بقى ميه كتير، عندي بلازما بروتين قليله وانت شاطر، ايه اللي يحصل؟ هل الميه هتنتقل من الانتر ستيشن من الكابيلاري؟ لا، الميه هتقعد متراكمه، يعمل لك حاجه اسمها ايه؟ اديما. فاكرين ان دي اسمها كلمه اديما في البايو؟ اديما يعني ايه؟ تورم. طب التورم ده ناتج ليه؟ يعني لو واحد ايده مورمه كده بس نتيجه لتجمع ميه ما بين الانسجه اسمها ايه؟ اسمها اديما. يبقى يا جماعه دلوقتي البلازما بروتين وهي ماشيه بتعمل ايه؟ تعمل ساكشن للفلويد اللي ما بين الانسجه توديه على الفينز، ومن الفينز على الكدني، بعد كده تطرده في الشارع. ولكن لو البلازما بروتين قلت في يوم من الايام، اول حاجه العين هتشتكي منها مين؟ الاديما. ليه بقى؟ لان الميه دي هتتراكم ما بين الانسجه، ينفع تتنقل؟ لا، اعمل لك اديما. طيب ادي واحد، يبقى ريجيوليشن اوف الووتر في الجسم الانسان. اثنين، حطوها برضه في البايو الكلمه دي، ريجيوليشن اوف البي اتش. عارفين يا جماعه ان الدم بتاعنا بفر؟ يعني ايه كلمه بفر؟ الناس مش عارفينها. كلمه بفر يعني ماده لها القدره على تثبيت البي اتش، يعني تخلي البي اتش طول الوقت ايه؟ ثابت. يعني انت لو حطيت اسيد على الدم هي تعدل، حطيت الكالي على الدم هي برضه ايه؟ تعدل. يبقى البفر هي ماده لها القدره على معادله الاسيد او الالكالي، محدش يسال. يبقى ريجوليشن اوف الوتر كونتنت. اثنين، ريجوليشن اوف البي اتش. ثلاثة، ريجوليشن اوف البودي تمبريتشر. حد يعرف يقول لي ازاي جسم الانسان درجة حرارة ثابتة؟ ها؟ والله الأنسجة بتاعتنا لما بتطلع حرارة مين بياخدها؟ الدم. ليها مين؟ للجلد. وبعد ليها للجلد خلاص للشارع بقى. والعكس صحيح طبعا. يبقى لو درجة حرارة جسم الإنسان زادت، ايه اللي بيعملها؟ الدم بياخد الحراره الزياده وصلها للجلد، وبعد كده لفين؟ للشارع. يبقى ريجوليشن اوف الوتر، ريجوليشن اوف البي اتش، ريجوليشن اوف التمبريتشر. خد بالك احنا العنوان بتاعنا اساسا اسمه ايه؟ محدش يسمع، اسمه هوموستيزس. يعني ايه هوموستيزس؟ تنظيم وظائف او تخلي جسم الانسان طول الوقت ها وظائفه ثابته، طول الوقت سليم. مش هو ظبط لك الميه، ظبط لك البي اتش، ظبط لك التمبريتشر. طيب بعد كده ريجيوليشن اوف الميتابوليزم. ايه علاقه بقى البلاد بالميتابوليزم؟ يعني ايه ميتابوليزم؟ الميتابوليزم هو عباره عن الايض. يعني ايه الايض برضه؟ تكسير وبناء. يعني مثلا مش انا بكسر الجلوكوز للحصول على طاقه؟ طيب
هو تكسير الجلوكوز للحصول على الطاقه محتاج ايه؟ محتاج انزيم. طب مين اللي بيجيب الانزيم؟ البلازما. طب هي الانزيم عشان كمان تشتغل محتاجه كو فاكتور او كو انزيم. حطوه في البايبر. كو فاكتور او كو انزيم عباره عن ايه؟ ها؟ عباره عن فيتامينز. مين اللي بينقل الفيتامينز للانسجه؟ البلازما. يبقى البلازما بينظم الميتابوليزم بطريقه غير مباشره. ان هو ينقل الانزيم والفيتامينز لخلايا جسم الانسان بطريقه غير مباشره. اخر وظيفه رقم 5 ريجوليشن اوف اي بي بي. حد يعرف يعني ايه بي بي؟ ارتيريال بلاد بريشر. وهناخده ان شاء الله بالتفاصيل الممله في سي بي اس رقم 2. ما هتشغلش دماغك بيه، هتلاقي مكتوب لك ان هو بيعمل ريجوليشن البريفرال ريزيستنت، كلام كده ملوش اي معنى. انت بس ريجوليشن بتفكر بلاد بريشر وكفايه عليك كده. وهناخده في الكارد باسكت بالتفاصيل الممله. وبقيه الفانكشن اوف ذا بلاد. واحد ايه؟ ترانسبورت. بينقل ايه؟ الهيت درجة حرارة، نيوترال، غازات، فيتامينز وانزيم، ويست برودكت الزبالة. اتنين ديفنس، تجي الهيستولوجي، خلايا الدم البيضاء والماكروفاج. تلاتة هيموستيزيس، ستوب اوف بليد. أربعة هوموستيزيس، إيه بقى الهوموستيزيس دوت؟ اللي هو ريجوليشن في البودي فانكشن. نظم بي اتش بفر، نظم الووتر، نظم التمبريتشر، ميتابوليزم، ارتيريال بلاد بريشر. اوعى يا جماعه حد يسرح بخياله، كل ده فوت. ممكن يجي سؤال فانكشن اوف ذا بلاد. طب هو لو جه فانكشن اوف ذا بلاد هتدي دول بس؟ يجي للدكتوراه، يعني يجي للدكتوراه. اقول لك في الفسيولوجي مثلا، تاخد دكتوراه في الفسيولوجي النهارده. اقول لك فانكشن ما تجيبش شورت اكونت على بلاد. تمام؟ اصل امتحان الدكتوراه كله بيبقى ثلاث اسئله. ثلاث اسئله بس. شوف قدرتك انت بقى تعرف ريم البلاد كله ده في ساعه ولا لا؟ اللي هو ال 50 صفحه اللي عندكم دي. ما بهزرش. اه والله بيجي سؤال جيب شورت اكونت على الكدني. الكدني دي مثلا ساعه ثانيه 60 صفحه. فاهمين الفكره؟ فهو جيب شورت اكونت على الضرب. طب ليه تكتب النهارده؟ الصوره. هتكتب الانترودكشن ولا هتكتب البروبيرتيز ولا الاي سي جي ولا خلي بالك في موضوع اسمه اريزميا ولا هارد ساوند. انت بقى وقدرتك. دايما عايزه واحد مذاكر وبيكتب بسرعه. كلمه الدكتوراه المصريه. مذاكر قوي تكتب بسرعه ممكن تكتب بسم الله ما شاء الله لكن 50 صفحه في 3 ساعات فاهمين الفكره؟ هتكتب كتاب فانت ما فيش حد هيجيله في سنه اولى فرش او ظبط سيب الامتحان وامشي هو ده انتروداكشن يقول لك ايه هي وظيفه الدم؟ تكتب ايه؟ ده مسخره ايه اللي ايه اللي بيتكتب؟ ده هبل بس عشان نمشي الدنيا السؤال بقى اللي جاي اول سؤال نظري عندي هو مين بقى؟ لا حول ولا قوه ده أول سؤال نظري عايز بقى تركيز والناس تصحصح. طب أنتوا النهارده السبت غايبين كده ليه؟ يا جماعة أنا نافع السبت ولا خميس ولا أربعة ولا أي حاجة. وبعدين في ناس غابت يوم الخميس ليه؟ في ناس غابت يوم الخميس. احمد مصطفى مثلا ما جيش يوم الخميس صح بابا؟ ما جيش ليه؟ ايه؟ الناس اللي غابت يوم الخميس غابوا ليه؟ لا حضرتك ما غابتش يوم الخميس يلا يا شيخ يا جماعه اول سؤال نظري بس عظيم اول سؤال نظري بس بلازما بس يا ماما حاجه دي دي ديفينيشن للبلازما حاجه دي ديفينيشن للبلازما ميه عباره عن كلير يلوش فلويد تمام يمثل كام في الميه من الدم تقريبا 3.5 لتر مكتوب 5% تمام 3.5 لتر 3.5 لتر دم يمثلوا كام في المية من وزن حضرتك؟ ده على اعتبار لو حضرتك قدرت ووزنك 70 كيلو جرام فالبلازما دي تمثل 5% من وزنك فاهمين جت الكلمة 5% ازاي؟ تاني بقى يا جماعة يبقى رقم واحد البلازما بتاعتنا حجمها قد ايه؟ 3.5 لتر اللي هي كام في المية من الدم بتاعك؟ 55%
تمثل كام في المية من واحد وزنه 70 كيلو جرام؟ تمثل 5%. فهمتوا كلمة 5% جسم فين؟ يعني واحد قدر مثلا عنده 17-18 سنة وزنه 70 كيلو جرام، طبعا مش انا متى ياخد طبعا، وزنه 70 كيلو جرام، فهيبقى البلازما تمثل قد ايه؟ 5%. طيب بس يا حبيبي تعال نتكلم على الكومبوزيشن بتاع البلازما. انت معايا في ايه النهارده؟ مالكم مالكم خيبرين عاملين تتكلموا ليه؟ في ايه؟ خلاص بقى شاسع خالص. فالنتاين بقى. بعد الزوج شاسع ليه؟ ما ينفعش نصاحب حد بس هيمتحن بره. خلاص؟ ما ينفعش اطلب واحدة اطلب واحدة تانية يمتحن لوحده. مش عايز كلام. مش عايز كلام. كومبوزيشن اوف ذا بلازما. بص بقى لو سمحت ركز معايا، التقسيمة دي مهمة عشان ام سي كيو. التقسيمة دي مهمة. بقسم البلازما كده. الثلاثة ونص لتر بتاعوتي قسمهم لتسعين في المية ووتر. تخيل البلازما بتاعتك كام في المية ووتر؟ ده رقم كبير جدا جدا جدا. 90% من البلازما بتاعتك ووتر. طيب اتبقى لك 10%. العشرة في المية هقسمهم كده الى مواد اورجانيك ومواد ان اورجانيك. طيب حد يديني مثال للمواد الان اورجانيك؟ مواد الغير عضوية، الصوديوم، البوتاسيوم، كالسيوم، الكلام ده بلده كله. كام في المية بقى؟ 9 من 10 جرام لكل 100 ملي بلازما. اللي احنا زي ما اتفقنا انا ممكن اشيل كده واكتبها 9 من 10 جرام واحط علامه في الميه. يبقى المواد الان اورجانيك زي ايه؟ الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والكلور، حتى اي ماده غير عضويه تمثل قد ايه؟ 9 من 10. طب باقي لك قد ايه بقى؟ من 10% 9.1 من 10. ارجع اقسمهم لكده، بلازما بروتين والرقم ده زي اسمك اياك انسان. البلازما بروتين 7.1 من 10 الى 7.4 من 10 جرام لكل 100 ملي بلازما. عارف هو بيجي في الامتحان يعمل لك ايه؟ هيقول لك 7.1 من 10 ملي جرام. والبس يا معلم. ويا ما اتعملت في امتحان العملي، العملي يبقى فيه ورقه ام سي كيو تمام؟ عليها 15 درجه. جت قبل كده 100 مره يقول له ايه؟ 7.1 من 10 او 7.4 من 10 وبدل ما تكتب له جرام تكتب له ايه؟ طبعا في عطاوله مش عارفين ملي جرام بيكتب ازاي؟ كده بالملي جرام اهو. امال ده ايه؟ جرام. خلاص؟ جت كتير البحور ده. يبقى الاورجانيك هنقسمه بلازما بروتين 7.1 من 10. طيب بيقول لك الكتاب يعني قال لك الباقي ده يبقى 2%. معرفش احسبها 2 ازاي؟ ماشي تيجي 2 على فكره. تيجي لو احسبها 7.1 من 10 يبقى 7.1 من 10 و2 تبقى 9.1 من 10 9 من 10 تبقى 10. ما علينا يعني. طيب الاثنين دول عباره عن ايه بقى؟ الاثنين في الميه باقيين دول عباره عن انزيم. ما هي الانزيمات مواد عضويه. فايتر البروتين اللي انت بتاكله نيوتن يا اخي الويست برودكت كل دي مواد عضويه. ماشي؟ وبعد حضرتك التقسيمه دي زي اسمك. ها البلازما بتتكون من كام لتر؟ ها 3.5 تمثل كام في الميه من الدم؟ 55% لا تمثل 55%. كام في الميه من وزن جسم الانسان؟ 5%. بتتكون من ايه؟ 90% ووتر. يبقى 90% ووتر. 2 كام في الميه من المواد السبستنس الموجوده فيها؟ 10%. ال 10% بقسمهم ليه وايه؟ اورجانيك وان اورجانيك. الاورجانيك دي قد ايه؟ ها الاورجانيك ترجع تقسمهم ل 9.1 من 10 اللي هم متقسمين يعني 7.1 من 10 بلازما بروتين و2% اللي هم ايه؟ انزيم ونيوترانت وفيتامين والكلام ده. طيب فاضل لك كام؟ 9.1 من 10 لان الاورجانيك اللي هو الصوديوم والبوتاسيوم والكلور والحاجات الحلوه دي. صح كده؟ يبقى يا جماعه البلازما بروتين دي مهمه جدا جدا جدا. اوعى يجي لك ملي جرام وتقول صح جرام يا حبيبي كلهم بالجرام. خلاص؟ السؤال النظري بيجي ايه؟ يعني يجي سؤال نظري مثلا يقول لك جيب شورت اكاونت على البلازما؟ طبعا لا. مفيش سؤال يجي يقول لك كده.
امال السؤال اللي بيجي يقول لك جيب شورت اكاونت على البلازما بروتين. طيب انهي بقى جزء في البلازما بروتين؟ هل هتكتب الصفحه كلها؟ لا، اللي بيجي دايما التايبس اند فانكشن اوف بلازما بروتين. ده اشهر واسهل سؤال بيجي في البرامج. اسهل سؤال؟ ما هو اسهل واحد ده اللي جاي ده. الفانكشن اند التايبس اوف بلازما بروتين. سؤال سهل جدا. اكتب عليه بقى مهم جدا جدا جدا. قضيه مثلا ولا اعمل الضغط كله؟ لا البلازما بروتين بيه نظر. تقريبا نظر. كل ما تيسر عن البلازما بروتين بشمر الجلابيه ولا ايه؟ انواع البلازما بروتين زك عم صح معايا؟ انواع البلازما بروتين. طيب الجدول ده تحب الجدول ده تحب زي ايه؟ واحد البيومين، اثنين جلوبيولين، ثلاثة السراب، فايبرينوجين، أربعة برو ثرومبين. دول الأربعة بلازما بروتين اللي عليهم. طيب الألبيومين قد إيه؟ هديلك كمثال. اكتب لك 3.5 ايه بقى؟ جرام بير ديسيليتر. اوعى تنسى ان البلازما بروتين كلها على بعض كام؟ 7.1 جرام. طيب تعالى مثلا كمثال على البروسترومبين، انقفش تحفظ. البروسترومبين من 10 ل 15 مللي جرام. خدت بالك؟ يجي لخبطك بقى. يحط لك اويلز فولنج ار ترو اروز بلاد. لو حاطط لك بقى ايه؟ القلب من 3.5 جرام بر ديسي لتر دي ماشي صح. البروسترومبين من 10 ل 15 مللي جرام ولا جرام؟ لا مللي جرام. فخد بالك التمييز دوت. تمام؟ طيب الفايبرينوجين قد ايه؟ 200. 200 ايه برضه؟ مللي جرام. طيب الجلوبين 2.3 جرام بر ديسي لتر. يبقى خد بالك بقى الالبومين والجلوبيولين دول بالجرام، اما الفايبرينوجين والبروسترومبين دول بالملي جرام. النسب تتحفظ، الفاليو بتاعها تتحفظ. النقطه الثانيه اكتب لك ام دبليو. يعني ايه ام دبليو؟ مولكيولار ويت. يعني ايه مولكيولار ويت؟ الوزن الجزئي. الالبومين 70,000. انت فاكر الوحده وحدة الوزن الجزئي دي اسمها دالتون صح؟ ولا مش ليها؟ حطوها يعني؟ طيب ما علينا 70,000 بس يا بابا 70,000. الجلوبولين 150,000 يا حبيبي بس يا بابا. طيب الفايبرينوجين 340,000. البروسترومبين 69,000. تاخد بالك الارقام دي ولا ايه؟ اول اثنين بس. مش هنساها؟ اول اثنين. اول اثنين. اول اثنين. هو الالبوم المفروض 69 على فكره برضه. 68 ولا 69؟ 65. صدقني بالله هو الصح 65. هي المفروض ان هي كمان شويه. هو انت على الارقام دي مين اصغر واحد في الحجم؟ 1000. لا البروسترومبين 69. عارف ايه كمان شويه؟ اقول لك ايه؟ اقلهم وزن جزئي هو الالبوم. في البايو مش انتوا بتاخدوه كام؟ اول مره البايو حاجه صح. هو المفروض ده الصح. المفروض كده تعليمه. ها؟ تعليمه. هنعمل ايه بقى يا معلم دلوقتي؟ مش عارف. هو هي كمان شويه يقول لك ايه؟ هي كمان شويه يقول لك ان الالبيومين اصغر واحد فيهم. اصلا ما نغيرش حاجه يا معلم. لا بس ما بتغيرش. ده بقى له 20,000 سنه، هنيجي هنغيره. بتتكلم في ايه؟ يا جماعه مؤقتا معلش بقى يعني انت لما يجي لك بقى سؤال في الاختيار يقول لك ايه هو مين اصغرهم؟ القلب. لا احنا بنحلها على القلب، احنا بنحلها كل سنه كده.
اصغرهم في الوزن الجزيئي الالبومين. اكتبها عشان لو ما تسرحش. اصغرهم في الوزن الجزيئي هو الالبومين. السنسز التصنيع فين؟ التصنيع فين؟ ليفر. الفايبرينوجين والبروثرومبين في الليفر برضه. امال الجلوبولين؟ لا عندك الجلوبولين دوت في انواع. الفا 1 الفا 2 بيتا 1 بيتا 2 دي سب تايب دومت في الليفر. ماشي. وفي نوع اسمه جاما في الار اي اس حطها في الاستروجي ريتيكلو اندوثيليوم سيستم. ما تفهمش على خالص. اكتب بقى يا ريس ار اي اس يعني ريتيكلو اندوثيليوم سيستم. ده فين ده بقى؟ حط بقى نقطتين. مين ريتيكلو اندوثيليوم سيستم ده؟ الليمف نود، البون مارو بس يا ماما، سبلين والليفر. خلاص بقى يا جماعه هتحسوا الراجل. يبقى ريتيكلو اندوثيليوم واحد بقى طلع لك من تحت الارض يقول لك ايه دكتور ما فهمتش يعني كلمه ريتيكلو اندوثيليوم سيستم. انت هتروح طول السنه في الاستوديو مش فاهمها. هاجي انا بتاع الفسيولوجي فاهم انا ولا مالي. هو الريتيكلو اندوثيليوم سيستم الليفر والسبلين والبون مارو والليمف نود دول اسمهم على بعض ار اي اس. عايز اعرف ليه سميتها ريتيكلو اندوثيليوم سيستم. بعد ما نخلص الاستروجين نقعد مع بعض يمكن تكون فهمت حاجه. ماشي. يبقى يا جماعه لو دلوقتي ركز بقى معايا. واحد عنده ليفر فيلير طبعا ده اشهر مرض في مصر الهيباتايتس اللي هو الالتهاب الكبدي. الهيباتايتس اسمه هيباتايتس طبعا. الهيباتايتس ده اشهر فيروس في مصر بيعمل ليفر فيلير. يعني ليفر فيلير خلاص الليفر باظ. البلازما بروتين كلها تقل ما عدا مين؟ ها مين اللي ممكن يصنع بره الليفر؟ قال لي واحد يا ماما جامد. يبقى خد بالك لو جيت سالت سؤال بقى في حالات الليفر فيلير فول البلازما بروتين هتقل اكسبت الجاما جلوبين. الجاما جلوبين ليه يا دكتور؟ هي ليها بتصنع في الليمف نود والليمف نود مالوش علاقه بالهيباتايتس. صنع في البول مارو صنع في الطحال والسبلين. يقول لك طب ما في الليفر يعني انت الثلاث دول مسؤولين ودي اللي بايظه دي هتتصل ها الناس الخلايا بقى ربنا يرحمهم الله يعني. هو يا خصه الريتيكولوجيست الوحيد اللي بيتصنع بره الليفر هو الجاما جلوبين. علم عليها ام سي كيو. النقطة الثالثة في الجدول اللي مكتوب عندك بيقول لك السبيسيفيك فانكشن. بس يا ماما بقى كل واحد له وظيفة. لا مش هناخد السبيسيفيك فانكشن قبل ما ناخد الوظائف بتاعت البلازما بروتين اللي عندك دي. اكتب على وظائف البلازما بروتين ممكن يجي سؤال لوحده. يعني السؤال بيجي ايه؟ يا تايبس اوف بلازما بروتين يا فانكشن اوف بلازما بروتين. كام فانكشن يا معلم؟ 10. نعم 10 فانكشن. هيتحفظوا يعني هيتحفظوا. ال 10 سهلين جدا. جدا جدا. تعالى بقى نشوف ال 10 ضربات دول. حسبي الله ونعم الوكيل. مهما تدعوا علينا ما تقصرش. ما تقصرش. عيد يا انا
فين التلميذ امبارح اللي بتفتحها بكره؟ حد ما قالش ان احنا شيماء؟ حد شيماء؟ بصوا يا جماعه المراجعه مع دكتور البصر يوم الثلاث يوم الثلاث ويوم الخميس الساعه 3 ثلاث وخميس الساعه 3 مراجع الكارد البروفيس هو اول حاجه كارد البروفيس يبقى ثلاث وخميس مراجع الكارد البروفيس الساعه 3 تمام تمام الناس بقى الاخوه اللي هي ما ذاكرتش اللي دخلت الامتحان من غيرهم تيجي تستفيد ماشي خلاص اللعب طبعا الاخوه واخواته يوم الثلاث الساعه حد بقى يقول لك اصل انا مش كنت فاضي اصل انا مش عارف ايه ما تتفاوضش يبقى يوم الثلاث والخميس جاردن بروفيتس بعد الكارد بروفيتس راجع بي سي جي على مرتين برضه او مره ما هو بقى نعمل ايه دلوقتي حضرتك انت فرضا راجل استاذ دكتور ومش عايز الكارد بروفيتس دي فيها انت محترم يعني يوم السبت هنمتحن على الكارد بروفيتس وانت ذاكرتها؟ لا ما انا مش عايز جدول يا باشا بص ما فيش كده ما ينفعش اعمل دكتور هي مش اليوم هنضحك على بعض يعني يا جماعه بصوا خلينا احنا عملنا يوم اليوم وهنعمل الارقام والنهارده بكره نعمل ايه؟ لا طب امتحان السوشيال اللي جاي ده جاي ليه؟ امتحان يوم مش عارف 29 خسر اخي والله يا اخي كلودنج فاكتور هناخد ان شاء الله كمان كام حصه ان الكلودنج فاكتور عامل التجاوز 13 فاكتور كام واحد 13 الفايبرينوجين ده رقم 1 والبروثرومبين رقم 2 بالترتيب هنحفظهم بارقام يبقى الوظيفه رقم 1 في الفانكشن بتاعه البلازما بروتين هيموستاسيس توقف النزيف عن طريق الكلودنج فاكتور الوظيفة رقم 2 ترانسبورت يعني ترانسبورت بصوا بقى ده الدرج بتاعهم كابيلاري مثلا ادي ارض كابيلاري وادي الفين في عندك مادة طبعا يا جماعة انتوا شايفين بلازما بروتين اهو ده بلازما بروتين حجمه كبير كده وماشي يضحك بيضحك في وشنا تمام خد بالك بقى افرض عندك مادة مهمة زي الكالسيوم مثلا الكالسيوم ده حجمه صغير جدا نقط كده طب هو الكالسيوم دوت لو سبته كده ماشي في الدم المصيبة رقم واحد ممكن يدخل الأنسجة كل مرة واحدة ممكن الكالسيوم يدخل الأنسجة المصيبة رقم اثنين لو الدم وهو ماشي في الكدم بيحصل له فلترة والدم بيتنضف ممكن الكالسيوم حجمه صغير ينزل في مين؟ في اليوريا صح ولا لا؟ طب الحل ايه؟ البلازما بروتين دي بتشتغل ككارير بتشيل مين؟ بتشيل الكالسيوم كمثال يبقى مكتوب لك ترانسبورت او كارير
بتشيل الامبورتنت سبستانس في جسم الانسان تو بريفنت زير لوس، نمنع اللوس بتاعهم في اليورين. يبقى يا جماعه ترانسبورت او كارير تو بريفنت زير لوس، امنع اللوس بتاعهم في مين؟ في اليورين. يبقى دي الوظيفه رقم 2. طيب الوظيفه رقم 3 سهله جدا، سهله جدا. ديفنس، يعني ديفنس دفاع. اسمعوا على حاجه اسمها انتي بودي. يعني ايه انتي بودي؟ اجسام مضاده. انتوا عارفين الاجسام المضاده دي عباره عن ايه؟ عباره عن جاما جلوبيول. يعني الجاما جلوبيول ده اللي كان بيتصنع في الار اي اس اللي هو الليفر والسبلين والبون مارو والليمف نود، ده بيشتغل كايه؟ انتي بودي. يعني ايه انتي بودي؟ اجسام مضاده. طب حد يعرف يقول لي انواع الاجسام المضاده كام نوع؟ خمسه. ايه هم؟ ماجد الطب الزازي يقول لك ايه؟ لا يا عم انا عاملها جامد. اي شلل. اي شلل. هي دي اتصالات ايه؟ اتصالات ايه؟ في انتي بودي اسمه ايه؟ في انتي بودي اسمه ايه؟ في انتي بودي اسمه جي. في واحد ايه؟ في دي. دوك اتصالات ايه؟ انت مالك يا عم؟ لما باخد المناعه في اخر الشابتر هتعرف الحاجات بتاعتي. يبقى يا جماعه دلوقتي الناس اللي نايمه وشاده اللحاف بدون ذكر اسماء. الانتي بودي اجسام المضاده عباره عن جاما جلوبولين، عباره عن بروتين اسمه جاما. تمام؟ ايه انواعه؟ ام اي جي اي دي. مات. طيب الوظيفه رقم 4 للانتي بودي مكتوب لك ايه بقى؟ ريجيوليشن اوف بودي فلويد. النبي يا جماعه دي مهمه، مهمه جدا. بص اوعى تنسى انا لسه شارحها في وسط الكلام ان ده ارتر وادي هنا كابيلري وادي هنا فين. مين اللي بينظم خروج ودخول الميه من والى الكابيلري؟ يعني مين اللي بينظم الخروج والدخول؟ بلازما بروتين. ليه البلازما بروتين؟ لها اوزموتيك بريشر. هو الاوزموتيك بريشر بتاع البلازما بروتين قد ايه؟ زي ما اتفقنا يا ابني 28 ملم زئبق. يبقى يا جماعه البلازما بروتين بتعمل ريجيوليشن للبودي فلويد عن طريق ان هي لها اوزموتيك بريشر، بتزود بتقلل بتنظم خروج الميه. تمام كده؟ طب افرض واحد عنده مشكله في البلازما بروتين قلت، ما انت مش هتسال كده بقى. السؤال الاولاني يقول لك يا حبيبي هي كل البلازما بروتين مسؤوله عن الاوزموتيك بريشر اوف ذا بلاد؟ غلط، مش كلهم. امال مين؟ اهم واحد هو مين؟ الالبيومين. اشمعنى الالبيومين؟ ده اصغرهم، اصغرهم موليكولار ويت، حجمه صغير. رقم 2 اكثرهم كونسنتريشن. لو انت بصيت في الارقام هتلاقي ان الالبيومين ده ماله؟ اكثر واحد موجود فيه 3.5 جرام بر ديسيليتر. يبقى يا جماعه مين المسؤول عن الاوزموتيك بريشر بتاع البلازما؟ البلازما بروتين. مين بقى جوه البلازما بروتين؟ الالبيومين. اشمعنى الالبيومين؟ ها زي ما خدنا في الاسموزس هو اصغرهم واكثرهم، اهم حاجه كلمه اكثرهم دي. طب لو واحد لا قدر الله حصل له ليفر فيلير، في قلبه من يتصنع؟ طب ولما القلب مش هيتصنع؟ الميه بقى تطلع من فين؟ تطلع من الانسيه من الكابيلاري، تروح تقف ما بين الانسيه وتعمل حاجه اسمها ايه؟ اديما. هو في ناس بتقول لك اوديما، هي او اي دي. في ناس بتقول لك اديما قصيره، في ناس بتقول لك اوديما عادي بقى ما تخلوش دماغك، خد بقى الاثنين. يبقى ريجيوليشن اوف ذا بودي فلويد عن طريق الاوزموتيك بريشر بتاع مين؟ ها؟ بتاع الالبوم. تمام؟ اشمعنى الالبوم؟ اكتر واحد في الكونسنتريشن. السؤال الثاني لو فرضا عندي ليفر سيل فيلير ما عنديش البوم، ايه اللي هيحصل لي؟ ها؟ هيحصل لي ايديم. طيب الوظيفه رقم 5. لا لحظه واحده معلش. هناخد السنه الجايه ان شاء الله بس احفظها بقى. الالبومين هو اللي مسؤول عن الريجوليشن اوف الفلتريشن. مكتوب لك في كلمه كده رخمه رينال جلوميرولاي، سمعت عنها؟ لا. بص بقى هتشيل كلمه رينال جلوميرولاي واكتب نفرون. عارفين النفرونات؟ سمعت عنها طبعا، ولا ما تعرفوش النفرونات؟ نفرونز ده الوحده الوظيفيه للكلمه. فانت شيل كلمه رينال جلوميرولاي وريح دماغك. فين البتاع؟ هتلاقيها في السطر اللي قبل الاخير.
شيل كلمة رينال جلوبيولايدي وكتبها. يبقى النقطة الثانية ها ان الافندي البلازما بروتين بتعمل ريجوليشن للفلتريشن في النفرون. دور تعملها ازاي دي؟ لا مالكش دعوة بيها، خدها السنة الجاية بالتفصيل ممل. محدش يسألك فيه. متعبش دماغك يعني. يبقى ملخص الاسبوت البريشر بتاع البلاد هو 28 بينظم مرور الفلويد فروم ذا كابيلر تو اوت سايد. مين اهم واحد يا لا؟ القلب لانه اكبرهم كونسنتريشن. وله وظيفة تانية بينظم عملية الفلتريشن في الفلويد. الوظيفة رقم 5 ريجوليشن اوف ارتيريال بلاد بريشر. دوك ازاي؟ هناخدها في سي بي اس رقم 2 ولا تقرا اي كلمه تحتها، انا عايز العنوان بس. ريجوليشن اوف ارتيريال بلاد بريشر، ريجوليشن اوف بلاد بريشر مكتوب لك بقى تحتها ايه؟ عن طريقه بتحكم في الريزيستنت، والريزيستنت بتاثر على الدايستوليك بلاد بريشر ولا كانك سمعتها. اللي هي مكتوبه ايه العنوان؟ ريجوليشن اوف بلازما فيسكوستي. اكتب بقى جنبيها عن طريق مش هو العنوان مكتوب بلازما فيسكوستي، اكتب ريجوليشن اوف ارتيريال بلاد بريشر. طيب هناخدها ان شاء الله في سي بي اس 2، مش لازم بقى خالص، انا عايز عنوان بس. طب مين يا جماعه اللي بينظم اللزوجه بتاعه الدم؟ هل كل البلازما بروتين هي اللي مسؤوله عن تنظيم اللزوجه فيسكوستي؟ لا، الاكثر واحد مسؤول هو الفايبرينوجين. اكتبها بقى مش مكتوب. طب اشمعنى الفايبرينوجين؟ اشمعنى الفايبرينوجين؟ لان يا جماعه اكبر واحد بس يا محمد يا نادي بقى والله ابو الاكبرهم بيكتب وبقى اسال لنا اتكلمنا سيبك ما تكلمش حد ابو الاكبرهم يبقى اكبرهم موليكولار ويت بس عادي يبقى الفايبرينوجين. الفايبرينوجين ده يا جماعه الفايبرينوجين ده اكبرهم موليكولار ويت وهو المسؤول عن تنظيم الفيسكوستي والفيسكوستي بتنظم ضغط الدم بس مش عايز اكتر من كده. مكتوب لك بقى دايستوليك بلاد بريشر والكلام ده ولا تقراه. جت قبل كده في الام سي كيو قال لك مين اللي مسؤول عن تنظيم الفيسكوستي؟ ها مش مكتوب في الذاكره ايه؟ الكتاب الفايبرينوجين. يبقى مين بس مسؤول عن تنظيم الفيسكوستي؟ الفايبرينوجين. يبقى 5 وظائف، الاولى هيموستيز، الثانيه ترانسبورت او كاريا، الثالثه ديفنس، الرابعه ريجوليشن اوف بودي فلويد، الخامسه ريجوليشن الفيسكوستي او ارتيريال بلاد بريشر. اكبرهم سكر الرئيس. اكبرهم سكر الرئيس. اكبر الصفحات مش خالص. عندك 5 وظائف كمان. بصوا يا جماعه 5 تانيين بس. يا عشا استنى يا جماعه ده الناس نام. في بس يا جماعه الوظيفه رقم 6 مكتوب لك ايه بقى؟ ريجوليشن اوف الكابيلاري. مش عايز كلام يا جماعه. بيرميابيلتي ازاي هو بينظم البرميابيلتي بتاعت الكابيلاري؟ بص هتاخده في الهيستولوجي. الكابيلاري بتتكون من ايه؟ خلايا كده اسمها ايه؟ اندوثيليوم. سمعت كلمه اندوثيليوم؟ يبقى الكابيلاري عباره عن خلايا كده اندوثيليوم وما بينها بورز. يعني ايه بورز؟ ثقوب. يبقى يا جماعه المفروض الكابيلاري بتاعتنا ما بينها بورز ثقوب. طيب مين بقى يا جماعه اللي بيتحكم في الدايمتر بتاع الثقوب ده؟ فتحدي مين اللي بيقفلها وبتاعها؟ البلازما بروتين. يبقى البلازما بروتين ازاي بتتحكم في الكابيلاري بيرميابيلتي؟ ان هي النفاذيه بتاعت الكابيلاري بتفتح وبتقفل مين؟ ها؟ البورز دي. تمام؟ طيب رقم 2 خدتوا الكلمه دي ولا ما خدتوهاش؟ سيمنت سبستانس. اسمع
ما نعرفش ليه اسمنت. بتوع في الهيستولوجي في الماتريكس يعني ايه عباره عن السيمنت خلاص ازاي عباره عن ايه؟ مثلا فانكشن ايه؟ هي دي يا جماعه السيمنت سبستانس الماده اللي بتربط الاندوثيليوم ببعض. طب ما السيمنت دي لو اتشالت الكابيلري هتبقى موجوده هتتفكك مين اللي بيحافظ على السيمنت سبستانس تربط الكابيلري ببعض؟ هو البلازما بروتين. يبقى البلازما بروتين بتعمل حاجتين. اول حاجه بتنظم البورز الدامجر بتاعها القرون بتاعت الكبد. اثنين بتعمل ايه؟ رقم اثنين بتحافظ على السيمنت سبستانس عشان تربط الخلايا بتاعت الاندوثيليوم مع بعضها البعض. طيب الوظيفه رقم سبعه بفر. حد يعرف يعني كلمه بفر؟ بفر يعني ايه؟ اكتب بقى مش عارف. البفر هي ماده لها القدره على معادله الاسيد او الالف تخلي البي اتش طول الوقت ثابت. طب حد يعرف يقول لي ازاي البروتين ده بفر؟ بص البروتين ده امفوتيريك. خدت كلمه امفوتيريك؟ يعني ايه امفوتيريك؟ متردده. يعني ايه متردده؟ لا هي اسيد ولا هي الف. امال ايه؟ البروتين موجود في الدم في صورتين. حاجة اسمها بروتينيك اسيد، سمعت عنها؟ وحاجة اسمها صوديوم بروتينيت. بص بقى ركز معايا. ده اسمه ايه؟ بروتينيك اسيد. ده بيعادل ايه بقى؟ بيعادل الألف. طب ده اسمه ايه؟ صوديوم بروتينيت. ده بيعادل ايه؟ الأسيد. يعني يا دكتور الكلام ده؟ البروتين اللي موجود في الدم بتاعنا بيبقى موجود في صورتين. على صورة أسيد وعلى صورة بيز. لو أنت حطيت على الدم بتاعك أسيد HCl مثلا، الـ Na صوديوم بروتينيت يعادل مين؟ الـ HCl ده بيخلي الـ H ثابت. طب لو حطيت صودا كوي على الدم مادة قاعدية مين يشتغل؟ البروتينيك أسيد يعادل مين؟ يعادل القاعدة ويخلي الـ H ثابت. يبقى دي فكرة البفر. يبقى البفر هي عبارة عن مادة أنفوتيريك لا هي أسيد ولا هي ألكل. هي لها القدرة على التواجد في صورتين، يا في صورة أسيد اسمها بروتينيك أسيد، يا في صورة ألكلي اسمها صوديوم بروتينيت. تقدر تعادل الأسيد أو الألكلي، فتخلي البي اتش يا جماعة؟ خلي البي اتش طول الوقت ثابت، أدي كلمة بفر. تمام؟ يبقى الوظيفة رقم سبعة كانت البفر. الوظيفة رقم ثمانية سهلة خالص. نيوتريشن، يعني إيه نيوتريشن؟ إزاي كلمة نيوتريشن؟ نفترض يا جماعه ان النهارده نفترض واحد حصل له ستارفيشن. يعني ايه ستارفيشن؟ مجاعه، ما بياكلش. طيب هيموت؟ ده في ناس بتعيش لمده 40 يوم من غير اكل، بس بشرط ان هو بيشرب ميه. تمام. طب ازاي هو هيقدر يعيش فتره طويله؟ واحد هيمسك البلازما بروتين بتاعته ويبدا يكسرها يحولها لامينو اسيد. اقول ايه؟ امينو اسيد. حد يعرف الامينو اسيد دي يا جماعه؟ ممكن احولها لجلوكوز. سمعت عن الكلام ده في بايو؟ خلاص السنه الجايه. يبقى لو واحد حصل له ستارفيشن هنمسك البلازما بروتين ونكسرها ونحولها لامينو اسيد، والامينو اسيد السنه الجايه في البايو ممكن تحولها لجلوكوز. يبقى الانسان ده عايش ولا لا؟ يبقى اشتغل في نيوتريشن. نيوتريشن يعني ايه؟ تغذيه. تمام؟ الوظيفه رقم تسعه. يبقى ثمانيه كانت نيوتريشن. اكتب بقى ان الامينو اسيد يمكن تحويلها لجلوكوز. الوظيفه رقم تسعه ترانسبورت لمين بقى يا جماعه؟ ترانسبورت للسي او 2. ازاي؟ السي او 2 يا جماعه ثاني اكسيد الكربون اللي بيطلع من الانسجه بتاعتك بيتحد مع البلازما بروتين بس صحصح معاك ويتحول لماده اسمها كارباماين. اسمها ايه؟ كارباماين. يبقى ازاي ثاني اكسيد الكربون بيتشال؟ ما هو الاكسجين بيتشال على الاندوليين. امال ثاني اكسيد الكربون بيتشال على ايه؟ بيتحد مع الامينو اسيد بتاعت البلازما بروتين ويتحول لماده اسمها ايه؟ كارباماين. وهناخدها بالتفاصيل الممله في الريسبيريشن. تمام؟ يبقى البلازما بروتين بيشتغل كايه؟ ككارير السي او 2. اخر وظيفه سبيسيفيك فانكشن. يعني ايه سبيسيفيك فانكشن؟ ايه الوظيفه الخاصه دي بقى؟ في يا جماعه فاكرين يا جماعه في انزيم احنا خدناه في الاوتونومي اسمه كولين ستريس. عارفين الكولين ستريس ده عباره عن ايه؟ عباره عن بلازما بروتين. تخيل. يبقى الكولين ستريس اللي كان موجود في الدم دوت، عشان تقول الكولين ستريس فيه سود وفيه تروب،
الصودا ده كان في الدم ولا لا، عباره في النيتشر بتاعته عباره عن ايه؟ عن بلازما بروتين. يبقى في سام انزيمز في الدم، سام انزيم في الدم ماشي في الدم عباره عن ايه؟ عباره عن بلازما بروتين. زي مين؟ اشهر مثال الكوليسترينز. خلاص كده؟ طيب لان بقى يا جماعه في اشهر بلازما بروتين. واحد الوظيفه رقم واحد كانت ايه؟ هيموستيزس. يعني ايه هيموستيزس؟ بس بقى مع بس الناي توقف البريدنج. ليه؟ لان البلازما بروتين بتشتغل ايه؟ سامع كبروتينج فاكتور. فايبرينوجين بروتينج فاكتور رقم واحد، البروسترومبين رقم اثنين. الوظيفه رقم اثنين كارير او ترانسبورت، بتشيل المواد المهمه. طب هتوديها فين؟ لا هي مش توديها فين، هي بتحافظ عليها طول الوقت الدم مستواها ثابت في الدم، ان لو سبتها وراحت بتشيل يا تفضل في اليوريا. طب الوظيفه رقم ثلاثه ديفنس. يعني ايه ديفنس؟ دفاع. الجلوبولين دوت كان بيشتغل كايه؟ كانتي بودي. طيب الوظيفه رقم اربعه بعد الديفنس ريجوليشن اوف ايه؟ اوف البودي فلويد، عن طريق ان هو الاسموتيك بريشر بينظم كميه الميه داخله وطالعه. رقم اثنين زي ما اتفقنا بينظم ايه؟ الفلتريشن في الكلى، فكده حافظ على حجم الدم ثابت. طيب رقم خمسه الوظيفه بتاعته كانت ايه؟ اللي هو ريجوليشن اوف الفيسكوستي، فينظم ضغط الدم. ومين اللي بينظم الفيسكوستي؟ طب ومين اللي بينظم الاسموتيك بريشر؟ القلب. الوظيفه رقم سته ريجوليشن اوف الكابيلاري بيرميابيلتي، بيقفل البورز ويحافظ على السيمنت سبستانس. الوظيفه رقم سبعه زي ما اتفقنا كان بيشتغل كنيوتريشن. يعني نيوتريشن لو احنا تهنا في صحراء ولا ستارفيشن مجاعه حضرتك تستخدم بلازما بروتين. الوظيفه رقم 8 كبفر. يعني بفر؟ ماده لها القدره على معادلات البي اتش. الوظيفه رقم 9 ترانسبورت لمين؟ للسي او 2. ال 10 سام انزيمز ار النيتشر بتاعتها عباره عن ايه؟ عباره عن بلازما بروتين. زي الفلي كيمستريز. ماشي يا باشوات؟ اللي يقبل الافضل طبعا اللي ما حضروش ياخدوا الامتحان. لا بس اصل هيقول لك نمشي احنا، هتلاقي في ناس تسربت ما بينهم. انا عارف الحركات دي. بص يا جماعه قلنا الاتصال النظري الاوتو ريجوليشن والكلام ده بتاع البوت الجدول بتاع الهوم ولا اوتو ريجوليشن ده رقم 2 صادم سيتنج ولا صادم استاتيك يا جماعه حد معانا دكتور حد يا جماعه استني كده سيب صادم استاتيك تاني واحده حاضر 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 النظري اوتو ريجوليشن اوف كارديك اوتبوت. اوتو ريجوليشن اوف كارديك اوتبوت اول لا خلاص كله هو ريجوليشن يا عم بالصح. طب انا عايز اضرب مره يا عم ايه ماشي مفيش مشكله هحضرك مع قصه يا واحد رقم ثلاثة رقم ثلاثة مكتوب ستروك فوليوم اند اند ستوريك بي وسي. لا في واحدة اند ستوريك اللي هي سي اند ستوريك. بس سؤال تكشف
غيروا يا جماعه الجمله بدل انج دايستوري خليها دي سيستوري. رقم بي مثلا. لا مش نفس الاجابه يا جماعه. خلاص يا جماعه اسمهم يا عم اختاروا نفس الاجابه يا عم. انت مالك انت؟ رقم 6 رقم 6 ايه؟ معلش يا جماعه رقم 6 ده شرط ده شرط غلط. شرط غلط خلوهم يا عم يحلوها. هي 5 و1 يحلوها نفس الاجابه. دكتور انا هشوف رقم 9 كده الاثنين.